السلام عليكم ورحمة الله. أبنائي الطلبة، نبدأ في استكمال ما بدأنا في دراسته في الدروس السابقة. بدأنا في الدروس السابقة في دراسة الارتباط والانحدار، درسنا الارتباط وبينا كيفية إيجاد معامل ارتباط من خلال البيانات الكمية وهو معامل ارتباط بيرسون، والبيانات الوصفية وهو معامل ارتباط سبيرمان. نبدأ اليوم في دراسة الانحدار وهو الجزء الثاني من هذا الفصل. دراسة الانحدار من البيانات الكمية، الانحدار وهو إيجاد العلاقة الرياضية بين المتغيرات. في حالة كون المتغيرات أكثر من متغيرين تسمى العلاقة انحدار متعدد، وفي حالة متغيرين يكون الانحدار بسيط. ندرس منه الانحدار الخطي البسيط. إذا كانت العلاقة ما بين المتغيرين خطية يسمى الانحدار خطي، أما إذا كانت غير خطية فمثلا تكون أسية أو من الدرجة الثانية فتسمى الانحدار غير خطي. ويمكن تحديد نوعية العلاقة من خلال أشكال الانتشار كما يلي. هنا العلاقة خطية كما كان في تحديد الارتباط في الدروس السابقة. هذه علاقة خطية، إذن الانحدار خطي، وهي علاقة طردية تمثل كل عند زيادة المتغير الأول يزداد المتغير الثاني. في الشكل الثاني علاقة عكسية، بزيادة المتغير الأول ينقص المتغير الثاني، وكذلك علاقة خطية، إذن علاقة خطية عكسية. أما في هذا الشكل فهي علاقة غير خطية، هنا تمثل العلاقة الأسية فهي انحدار غير خطي، وكذلك في الشكل الثاني وهي تمثل معادلة من الدرجة الثانية أي أنه انحدار غير خطي. نبدأ في دراسة الانحدار.